تابعنا خلال عرض رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام السيد الرئيس أثناء افتتاح الأسمرات 3، تابعنا حجم الإنفاق. أنا بتكلم على مجال واحد وهو الإسكان أو توفير الملاذ الآمن لكثير من المجتمعات التي كانت تعيش في خطر في وقت وسنوات طويلة جدا. وقفت عند فكرة الأرقام، يعني عند كم تكلفت الدولة طوال 6 سنوات كي نرى هذه الصورة، أسمرات 1 و2 و3، ونشوف هذا يعني التطوير العمراني الكبير جدا. ببص على الأرقام لقيت يعني أرقام كبيرة جدا، والسؤال الناس بتسأله كيف استطاعت الدولة رغم الإصلاح الاقتصادي ورغم أزمة كورونا ورغم عدد كبير جدا من الأزمات الدولية، كيف استطاعت الدولة أن تحقق وتوفر هذه الأرقام في قطاع واحد بس وهو التطوير العمراني؟ إزاي قدرنا نحقق هذه الأموال في هذه الفترة الزمنية؟ ده السؤال اللي ناس كتيرة وقفت عنده. الأقدر منا على شرح هذا الأمر معي على الهاتف الوزير الدكتور محمد معيط، وزير المالية. سيادة الوزير مساء الخير. أهلا بك يا فندم. تابعنا بكل شغف يعني كلمة سيادتك أمام سيادة الرئيس، لكن أنا واقف عند الأرقام. يعني بأسلوب بسيط كده، إزاي قدرتوا يا فندم توفروا هذه الأرقام الكبيرة جدا في قطاع واحد بس وهو التطوير العمراني؟ يعني هو خلينا أقول لك قصة نجاح وقصة شركاء في الوصول لده، وأنا أعتقد أنه الفترة الأخيرة يعني شهدت كمية تطوير في مجالات متعددة، وزي ما حضرتك شفت كده يعني مثلا طرق، محاور، كباري، أنفاق، زي ما انت شفت تطوير عشوائيات، سكن اجتماعي، سكن لمتوسط دخل. يعني في العرض اللي كنت بقدمه يعني حتى قلت 764,000 شقة سكن محدود الدخل ومتوسط الدخل، سيادة الرئيس قال لي ونضيف عليهم كمان 250,000 من عشوائيات، احنا عدينا المليون شقة، عندنا مليون شقة بتكلفة تجاوزت يعني 200 مليار جنيه. يعني أنا دايما بقول يعني لما نيجي نقول هو احنا عملنا إيه في الغاز؟ وعملنا إيه في الكهرباء؟ وعملنا إيه في العشوائيات؟ وعملنا إيه في المدن الجديدة؟ وعملنا إيه في الطرق والكباري والأنفاق وشبكة الطرق؟ وعملنا إيه في الكهرباء؟ وعملنا إيه في قطاعات عديدة جدا جدا في الدولة؟ لا قصة يعني تحكى يعني. طيب عملت ده كله عشان نحكيها بقى معالي الوزير. هقف عند الرقم الأول، أما أعمل تقريبا مليون وحدة 200 مليار جنيه، يعني وزير المالية الأقدر على أن هو يقول لنا جبناهم منين، وفرناهم إزاي، لأن خلاص المشاريع موجودة وافتتحت والناس ساكنة. يعني هو المنظومة دي هي يعني تكاتف قطاعات عديدة، ممكن سيادة الرئيس وجه الشكر أثناء حديثه، صندوق تحيا مصر، البنوك، المجتمع البدري، رجال الأعمال، هيئة المجتمعات العمرانية، وزارة الإسكان، الخزانة العامة للدولة، الجميع تكاتف. ليه؟ لأنه سيادة الرئيس كان قال الشكل اللي احنا بنشوفه ده الغير آدمي لمواطنينا هينتهي إن شاء الله هينتهي. فاللي حياتك بتشوفه لما شفت الأسمرات، دار مصر، بشائر الخير وخلافه يعني ده يعني ملحمة المصريين كانوا يعني قبل البدء في هذا التطوير كانوا بيبص لل يعني زملاتهم المواطنين اللي عايشين في مناطق خطرة ولا آدمية ومناطق يعني غير أمنة والكلام ده، يعني كان حالة من يعني طبعا ان احنا طب الدولة ما بتعملش ليه، طب الدولة مش عارف ايه، طب النهاردة شوف اللي معمول ده يعني فوق الخيال وفي الوصف. لانك لما تيجي تقول
في اقل من 6 سنوات قدرت انك تبني 1,000,000 وحده سكنيه، وبعضهم بتديه بدون مقابل، ويعني مؤسس للمواطنين. يعني انا سيادتك يعني عشت بره وعارف، اعتقد ان في دول في اوروبا نفسها ما بتعملش كده فيما يتعلق بانها تدي الشقه مجانا بالفرش. لا، ما يعني مهما كانت قدراتها وامكانياتها، يعني هتدي لك ممكن حاجه وتسدد ثمنها باقساط كده على مدار 20 سنه ولا 25 سنه ولا حاجه. لكن عمليه ان هي تدي لك حاجه يعني كاملة مجانية وتفرشها لك كاملة وكده، ما يعني مش موجود. طب يعني في تصريح لسيادتك بيقول ان احنا رصدنا 79 مليار جنيه ل 310 الف وحدة سكنية اخرى، هل نحن نتحدث عن غير المليون يعني فوق المليون؟ غير المليون. ب 310 الف، ودولت هيبقوا اكتر، لان لما نضيف عليهم كمان العشوائي 310 الف دولت عبارة عن 250 الف سكن اجتماعي زائد 60,000 اسكان متوسط. يعمل 310,000. لما كمان رقم اللي هو بتاع الاسكان العشوائي يضاف عليهم اللي هو السكن بدل العشوائيات، انا اعتقد ممكن في الثلاث سنين دي نقرب من 500,000 وحده سكنيه ان شاء الله. يعني المبلغ تم رصده فعلا للبدء في 310 الف وحده، يعني خلاص جاري التنفيذ. المبلغ اللي انا ذكرته ده كانت 310 الف، ودوت مخطط، ومخطط ان السنه دي اللي بدات في اول يوليو قبل 30/6 ان شاء الله يكون تم الانتهاء من حوالي 105,000، وانا اعتقد هيزيدوا باللي هيكون تم انتهاء للسكن البديل العشوائي.